هلا لا 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 ما لمو لمو على ذي هلا يا مسلمين يا مسلمين احرق دمي على ماه عمي ناجي يا عمي ناجي قومي بالسلامة ايه يا عمي ناجي قالوا مسكوا محمد حسين من؟ شلوا محمد حسين لون محمد حسين آخر اللي كان معهم محل العراس اللي في الحارة؟ اللي في الحارة ليش مسكوا كل يوم يشبطوا لهم واحد كل يوم ما بيش معهم خبر هذا قلت لك الله يخرج البلاد ليش مسكوا ليش مسكوا؟ ما أنا داري يعني كده ولا العراس ممنوعات ولا إيش؟ يمكن هرب حريوة الله يخرج البلاد يا عامر بعدهم ما دخلنا احنا هاكون نطلب الله وبس أكيد أكيد أنا نطلب الله الحسابات هذا تعب يا عامر تعب لا وحرمهم الجنة وآل حراموني الله الله من أين أسر أسر الله الله يا حبيبي ما شاء الله بالله عليك وحين جاربي جيبي فك الزرار واسمع حنين قلبي يا حنين قلبي يا حنين أهلا وسهلا سلام عليكم مرحبا بك تفضل كيف حالك تفضل أهلا وسهلا بك بخير تفضل اسلم الله يحفظك أهلا وسهلا اسلم الله يحفظك عفوا لو سمحت تصدق يا أخي حق تحت أخي حق لا أحد يجري علي لا ما حد بيجري والله النقابة 950 تمام تمام ضحى هانا ما حد بيجري أيوة خلها هانا أنا داري شيء يهجره ما حد بيجري ما أبوش عمان أقول لك شوف يا عامر إيش اشتي طلب كيف حالك الله يحفظك قول لي ما اشتي مدي ما معاكم إيش نجيب لك سندوتشات ما تشتي الدليل الروتي روتي بيض ولا جب ولا بيض ما انت مجنون تلغمه ببيض طيب شاورما شاورما متق الله شمر سرقني جاك من فوق الصحراء هذاك الذي بفوق الطيران هذاك ولف هكذا وجا طرح عندكم بالبوفي هذه يا اخي فاضي روتي فاضي لا معه عمل ولا معه شغله ولا معه من يشقي عليه ولا معه من يجاره يتفقد له ولا يقول يا اخي اصطباح تغدك تعشيك سكت بس فاضي طيب ما فهمتني انت طيب اجيب لك روتي باي شان يا اخي روتي بس فاضي ولا ابو حاجه هكذا سكت بس هكذا كان عتروح المخبز اللي جنبنا ليش عادوا في روتي فاضي ادور مخبز انا ادور ما ابوش مخبز بس هذا كافي من كيك في الحرب كله تقلب سر ما شاء الله على ذكر هذا لو يبيع واحد لا يشقى على هؤلاء الذي هنا النازعين كلهم والله دمك خفيف حالي ما شاء الله وش يعني ايش اجيب لك لما نرنشكم هذيك زرقاء كلهن بيض المربعات ايش رايك نرنجناك هذا زرق وهذاك ابيض وهذاك اصفر اللي فوق انت الحين هذا زبون ولا ليمون انت الزبون والله دمك خفيف يا حاج الله يحفظك بس ايش تشتي احنا هنا ما جينا شيء اقول لابو معاكم عمل ايش رايكم نرفع لك الماسه ذي بربح اقول لك كذا نسويهن يرتفع على سب اشقاء النظر بالنظر الزبون لما يدخل وانت بالنظر على طول يستضيع صبوح حقا يا عم ادمعي فكره ايش رايك نطلع لك ترب لا فوق الجبهه هذا اللي ممطار ايش رايك قبل ما تطلع عليه الضغط قبل ما تطلع عليه ترب قبل ما تطلع عليه كل شيء يا الله ايش رايك تقول لي ما هو اللي دشتي ادي لك الحين واحد روتي فاضي وايش ادي لك حليب ولا احمر حليب ولا احمر ما اتق الله يا اخي اشتي ماء صح ماء هو ماء ابيض عارف ليه اشتي روتي فاضي وماء ابيض يبصر من داخله للثاني شق الثاني ما تعمل لهش حليب ولا تبر ليش وانت هكذا لا ذاك الاحمر ولا اللي متمزل لي ما بعدين اجرح حلقي ليش احتياطات امنيه ولا كيف تشتي بسر من قبل يا اخي الحاصل حاضر ايوه على اساس يعني على قدر الفراش مد الرؤاس اسد مد الرؤاس في البوفيه الله يلا حاضر الان شوف يا عامر شوف له انا الحين عليك جيت من البلد صورتك صح دخلت من القريه على الله قدام طلب الله يا اخي الوضع ما عادوش
زيوال، لكن إن شاء الله ربي يسبره يا رب، يا رب عجل بالفرج إن شاء الله إن شاء الله، واحفظ الشعب هذا ونتخارج. أقضب يا عامر الزبون عيقراح. قلت لي عادك دخلت من البلاد. ما بتقول والله عندنا الدنيا نعمة، لكن البيس يا أخي الناس تعبوا ما عادي تساوي شيء. الفرج قريب، الفرج قريب إن شاء الله ربك كريم. للحين كم كلف هذا حقكم المحل؟ للحين يا حاج أنت جيت تطلب حاجة ولا جيت تقيمنا؟ نقولنا يا أخي نشتغل يعني، ولا ولو يعني نفعل لكم حاجة ولو عليكم الصبح بس ما نشتش بس. والله لك حالي، الله الله يخارج العباد والبلاد. هلا وسهلا. سلام يا أخي، الله يحفظك. سلام، الله يحفظك وينور قلبك. يا عامر كان عطي لي الشاهي. مع 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 تكرمه مع مع لا يكرمني أبا. ولا أكرمه جلطي فاضي وما صافي. بسم الله الرحمن الرحيم. رجل خايف على صحته. عقر عقر اشتغر ناو ولا اشتي حاجة من هذا الله يخرجنا على زباينه. ما شاء الله عليك. لا سهلا. أين اقتربك؟ ما لك تشتغل أنت بتشتغل. نعم أطلب الله أنا أبو أطلع تراب ولا رنج مرابيع سعادية، أنا قال خليكم كلهم بيض ما يصبر ضروري الألوان الحركات البهلوانات. هذا الشيبة منه؟ من البلاد، من البلاد. نعم من عندكم أبو صاحب الكافي الله يرحمه. أبو هالخبر والعلم هذا اصطبح يا أحد. يتعرف على اللي في الصورة. نعم لو زبين هكذا يا عمر والله سهل يا أحمد. يا رحمة يا رحمة ظروفنا الصعبة. بعدك مدري كيف تشوف على مسكين هذا. قلت نشي نديل البيض نديل الشاي. يا رحمة يا عمنا يا رحمة ما نفعل. شوف الحسابات كيف تعبتني. اي والله هي موتة آمروا موتة جابروا. مسكين والله انه حال انه مسكين هذا. هذا صورة عاصي لابوه. قال لك مسكين عاصي لابوه. يا مدير شوف والله لو لا احترام الماس هذا والكمبيوتر هذا اللي قبالك لا تضبطه لا ردع. يا اخي صد الله يرضى عليك. عفوا يا حاج انت امان انك طيب يا حاج. صورتك يا حاج صورتك انت عاصي لرب البيت. عاصي امان انك لقيت نجوك بالمرحف هذا. عاصي عاصي لأمه لأمه عاصي حلاني فنان. هذاك حق خير خير إن شاء الله. أي خدمت لك أي أوامر الله يحفظك. كم عندي شيقع بعدين ولا عندك ريال الله يفتح عليك. كيف لا ولا عندي ولا ريال ولا عليك يا أخي. ما أنا ما أكلش بلاش. أنا أكل بعرق جبيني يا أخي. هو لا حد روتي أبدا والله ما يدخل لا أسلم لك البيت حقه. عب عليك بكم قيمة هذا؟ 20 ندي لك 20. خلاص خلاص عليك مسامح بارك. يا أخي مسامح ما نش مرا علو هذا يا أخي. نخط علي ليش أبي عليك استحي. إحنا قلنا نحترمك نشجعك ندخل نشجعك ندي لك بس وننك لغي. إنه ما شجعني بواحد ما صورتك أنت يا أخي الحاصل بقى قل لك خلاص خلاص تمام استفتح ولو بملطم أمانة الله صرجك بالمهرف. الله الله يرزقك الله يديك. يلا عينك الله يعينك. السلامة الله وزيك يا الله. هذا فتحة خير يا عم ناجي. على ربك فتحة خير. واحد ما وروتي فاضي. قال الرجل صورة مسكين. إنه أن مسكين. هذا صورة عاصي لرب البيت. عاصي لرب البيت يعني قصتك لأبوه عاصي والدي. ماشي لأمه. ماشي ما دخلنا من الناس. برد لك من هذا المشاكل. أنت كنت دخلت الله يرزقه. ما دخلنا الله يرزقه. واحد روتي فاضي واحد مين أنا عايز أدخل من البلاء. ماسكين يا عم ناجي. يا رحمته يا رحمته يا رحمتي لحالك نسمع علينا الهوى. السلام عليكم أهلا حيا 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 حيا. وين الغيبة اليوم شهر؟ ما موجود موجود بس يعني قال امور الظروف هكذا. طاحت فينا بشرك شينا ادزق على حق عمي احمد هذيك اللي بكر بحين الساعه 6 وعندي اين الصباح يلا عمل ضلبه الله واين انت. زانت زانت خير الله. دحين اسمع انت لي واحد روتي ولا اثنين بي واحد شاهي
انا داري ما هو طلبك اثنين همبرجر واثنين سندوتش شوارب. نظف هذانك من اقول لك روتي روتي وي واحد شاي احمر. انا قلت اصطبحت. لا لا والله ما قلت اصطبحت عاد انا الحين. يلا يا عامر مالك كيف حالك يا اخي نايف؟ وين الطلب حقك الاول مع معتاد عليه يا اخي؟ خليها على الله قد تغيرت الامر والله ما عاد بالدنيا في ثوب الستر. الله يفرجها الله يفرج. امين ان شاء الله. يعني الله معك يا دحي. الله انا اقول البنك يفلس وانت ما تفلس. خيرة الله الله يتقبل منك. راح انت للصبح رحت. يلا يلا يا عم صح هذا شكل عصارة بالبيت. لو ما حيدع ولا كفو قعبي ما بلا عصارة بالبيت على قولتك انت حق الاول على كل عصارة. يا عامر يا عامر الله يرضى عليك. يلا دخلنا من الناس للناس للناس. لا انا هي بس الاول هو قلت لي عصارة بالبيت وهذا شكله عصير رب البيت وهذا عصاهم ولا كانوا متيسر. يلا خير الله ما علينا من الناس. اهلا وسهلا حياك الله يا حياك حياك. كيف العمل معاكم؟ اول ماشي ها ها خير الله قد تغير شويه نقضي عند الناس كلهم لكن اي عيون يفرج يا ربك. الله كريم الله والله ما عاد لنا من القف يا احمد. وعامر كيف هو معك تمام؟ لا والله انه قلب طيب ومرح وبتسامح حالي يتعامل مع زمايله لكن لا تحن بيه نفسك ادري كيف علم برد لك من الكلام هذا برد. وعامر الان 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 جاي 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 اخي ما يصلح الزبائن منتظرين كتب. سلام 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 يا استاذنا اخ ناجي ما بش حاجه احنا هو واحد شاهي وخضينا. اهلا وسهلا. تسلم تسلم يا حياك. وانت داري لو كنت اديت لي سفري لكن يعني ضروري زد... يا اخي يا اخي انا قلت لك احمر قلت لك احمر والله ربنا يقول لك ما بدك. عصف رب البيت ضروري اي زبون تدخل للخصوصيات وتسال. لا لا ما سالته غير بس انت قلت لك نعمل مع الزباين تضحك تبتسمش اين ال... يا عامر هذا ما بش فرق ها وين السكر ال... عندك والله انقد انا بيني وبينك قد انا ناسي نسيت الامور هذه والله انقد انا ناسي على الله هذا فلا حول ولا قوه ان شاء الله تعود باذن الله ان شاء الله ان شاء الله على ربك. عامر لا مالك تخرج عيونك لا عندي انا من دهل كيف كان رجع كيف كان الوضع يا عامر والله من انا بسمعك بتحاكى مني خلي الناس في حالك الله يرضى عليك. لا لا والله الله يحفظك صرف صرف بالهنا العزيز. نبدا فهمت كلامي رجال دليل احنا بنحبك من يا عامر اما نسكب اللي في جلسه فريق ما هي عمل ضروري ها إذا أنا داري قلنا أعطيك الحق الله مش كبه في قرش فلو إذا أنا أشخل أطلع على خارج. لا 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 ها هو الحساب إذا أحلى حلابة يلا الله يا خارج يا عامر يا عامر خليك هادي لا تدخل شي خصوص الناس. والله أنا قلب حالي أكسب الناس عشان أريق شيء نفسه في المواضيع. انتظروا فوق الطق مش ضروري حد يجي جلسوا خارج. كيف أنت يا حاج ناجي؟ أهلا أهلا يا أبو فارس. هيا قطبنا. إيش؟ قطبنا المعلوم. هذا أمس تينا حق المشهد الحربي مدي حق المولد مدي حق الشهيد ما لا ما عطينا أي حق إيش؟ ولو أمس لكن. شوف انا معي لك حلي خارجك يا ابو فارس يا امي وانا بين التيم ما ادري ايش ما هو تفضل انا خارجك. يعني خارجين من ايش؟ من المجهود الحربي. ايوه من حق يوم الشهيد يوم الغدير يوم الحسين يوم الحسن اخارجك منين هؤلاء كلهم الذي بين يدور لكن بشرط. ايش الشرط هذا؟ اشتي ترفع لي معلومات عن كل واحد بيجلس عندي وايش بيتكلموا ايش بيتحدثوا ايش بيقولوا وعن فيك من هؤلاء كلهم وتفعل مجموعة في الواتساب وتدخلهم هؤلاء كلهم الناس بيجوا عندك كثير. أنت بصراحة يا أبو فارس إحنا ما لناش علاقة بالسياسة ولا بالحرب ولا إحنا مع هذا ولا مع هذا إحنا طالبين الله وقاصدين الله بصراحة يعني لا تدخلني في هذا أنا طالب الله. أجناجي مع ما من أكلمك إيش كلمة تطير البوفية؟ كيف تطير البوفية؟ إذا كان رجال ضعيف لا يحين هات هات أنا
لا يا ابو فارس مشو عليك انت تدي لنا معلومات ما بي غير معلومات عاديه. تشوف اللي بينشر الذي بيقول الذي كذا في المجموعه فعلك مجموعات واللي بتحدثوا عندك نيه خله باقي علينا ما على شيء. انا ما بندخل في الواتس خيرت ليش افعل المجموعه يعني تشربوا في الطبيق. خلاص خلصنا هيتها مولع امشي لنا سلم من المجمع هذا كل المجهود. والله المستعان معك ابو فارس ولا تقلق من حاجه ولا ما عاد احد يشيل عليك ريال. يلا تمام الله يحفظك. خدمات ولا كيف خدمات عد احنا عنقسنا اكل. تفضل من لا من يا ابو فارس من هنا احنا نجي ان شاء الله خير يا مباشر يا مباشر. نعم 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 وعامر شوف ابو فارس شوف 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 ما اهلا 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 وسهلا اهلا 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 يا مرحبا يا مرحبا. نحن فاضيين نكون نجلس نصيح لكم ساعه. لا 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 لا, لا. الان الان العفو منا اقطب نزل لنا هذا الحين 12 شوارم 12 نفر خرج 10 للمرافقين فوق الطاقم المجاهدين واثنين لهنا بسرعه مع الشاي والخبز. عم بس ما قال لك قلت شوف 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 طائع رب البيت شوف انا قلت دلت هذا مدري من هو انا شكله طائع رب البيت بس من هو هذا هذا زبون عندنا وحاصل ما بدر ابو فارس ومباشر انا الان ما هو عمل هذا مشرف اظنه مشرف مع ال انت مش ليش ضروري ما بلا تعرفه وانا بين اقول كيف يعني هذا ضايع رب البيت هذا مشرف المرب يعني ضايع رب البيت قصدك اللي قلت انت والله غازي فالحين فهمت من هو ضايع رب البيت يا جن الله انت ما تبنى يا خبير معنا عمل احنا نشتري نمشي احنا جالسين عندنا الجبر تمام تمام يا عامر قدو بين اقول لك هذا لا تدخل مالك خايف يا عم ناجي مالك انت ما اقطع الراس الا اللي يركبوه صلى على رسول الله أمام الآن وانت علق تبه ها راي راي عايش كله عايش اشتي ها هو قال لك 12 نفر يدبغوا الضرب لا ما يشطوا 12 نفر وخلق الله بيجوا يطلبوا روتي يابس ايش بيقول هذا ما تصدق شو هكذا ذهه سب بعض الأحياء 12 نفر 12 كباب النفر ما بيش كباب ما بيش كباب اديني السندوتشات يا عامر سندوتشات كباب كباب بالنفر ما بيش كان انا ما بلا سندوتشات وشاهي وبهذا الأشياء الى احلى سندوتشات الاحلى خلي ينزل خمس لها انا احلى ابو فارس للمجاهدين لا خارج 40 سندويش متعب لاجلك كنت تصبر كذا ما قاعد نقولش مربع ثاني ولا شيء اين نقول لا لا انت قاعد نقول عشان نفتح فرع هناك ثاني نبعك لا 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 حتى لو انا قلت اكون اتواصل معك اكون ارسل ناس لا عندك هذاك ما انسى الرجال المستعان الله يخارجني ويخارج البلاد ما قلت قسمنا مربعات مربعات وامور طيبه الله يعين اهلا وسهلا هذه سندوتشات وخرجنا للمرافقين سندوتشات دو يوم دبر من حين تصابح بوجهك اطرح ولا ما عاد هؤلاء بتروحون ما ينفع البنون انت في كافي محترم لا تسمع بنا ازعجت الزباين وازعجت الناس انا في كافي محترم حسستني ذا الحين احنا في الخارج يعني ما عاد ادب الا انت في الخارج ما يصلحش تتأدب في بلادك في مكان مأدب ما دخلك أنت من هذا المواضيع تشتي ذا الحين أقوم أصابحك على غيري طبايعكم هكذا أجدي صابحك صابح من حق ناجي عرفناكم قدرينا بكم عرفنا حقيقتكم عمر يعني العفو يا عم ناجي طلع الغاجة ذا الحين يا عم ناجي قلت لي من هو هذا مشرف المربع ها هذا مشرف المربع وبعدين مش ضروري أن تعرف من كل من جاء ما بالله تعرف عن حياته وخصوصياته وما بيزر ما يفعل ما بيجي ما لي دخل يا عم ناجي بخصوصياته وحياته بس ارث الأول اشتغل والثاني دي كان وين انت وين قد وضعه وهذا احنا نعرف من أول كيف كان كنا نخليه يدخل الكافي يعني أنا الآن فهمت قصتك أنت ضايع رب البيت وشكل عزي رب البيت هذا ضايع رب البيت ها هذا مشرف المربع مشرف المجعجع جعجع الشعب وجعجع المربع حقه لكن الشعب عايز
يقول علي ولد زايد ما رزقي ياتي لي جالس ما رزقي ياتي لي جالس الا اذا كان حوثي ذا نبل ايران فارس ذا نبل ايران فارس يشل رزق الرعيه ورزق ذي في المدارس ورزق ذي في المدارس ويرم في الطيرمانه والشعب وسط المتارس والشعب وسط المتارس يقول علي ولد زايد عز القبيل بلاده عز القبيل بلاده إلا البلاد ذي تحصل فيها مشاكل زيادة فيها مشاكل زيادة ولا قبيلي تحوث وهتان لجل القيادة وهان نفس الزيادة ما يقبل العزة هين قلدني الله قلادة قلدني الله قلادة يقول علي ولد زايد ما يجبر الفقر جابر ما يجبر الفقر جابر إلا الجعب والأوالي والزومله والمعابر والزومله والمعابر ولا قبيلي مغفل أش ما سمع قال سابر أش ما سمع قال سابر وحارب أهل وناس واصبح من الحرب تاجر واصبح من الحرب تاجر يقول علي ولد زايد لا تأمن الدهر لو طاب لا تأمن الدهر لو طاب ولا تصدق خميني هي حوثي منافق وكذاب حوثي منافق وكذاب الوقت قلبه بقلبه والدهر قاهر وغلاب والدهر قاهر وغلاب والحوثي الانقلابي عمره وهو في تقلاب عمره وهو في تقلاب ذكروني مع عقل علي ولد زايد يقول علي ولد زايد من قابص الناس يقبص من قابص الناس يقبص إلا إذا كان حوثي شيعي خميني مقرطص شيعي خميني مقرطص يقابص الشعب كله ويسب غيره ويحمص ويسب غيره ويحمص ما حد يقول له بعيدة ولو ما هدنا وخبص ولو ما هدنا وخبص متع وشاهد بشوكة في مواضيع مفيدة تفيدك واغتنم من هالفوايد ويوميا لنا حلقة جديدة عدوك يا يماني شخص واحد سلالي بلطجي خان السعيد نهب من مخزنك صابر وخذ حقك وضافه لا رصيده أناني عصري تافه وحاقد عدائي للهوية والعقيدة وبالقرآن والإسلام جاحد ودم الغدر يجري في وريده وفي كافي يقول لك هو مجاهد يو بيضا ولا في الحديدة كفاية ظلم حمل الشعب زايد قد احرمته أنا إيه